المساعدات من روتاراكت كلوب نابل نيابوليس. قبل ذي زادة باش نحكيه على على ديكوراسيون, باش نحكيه على الارشيتكتور, العباد اللي يسمعوا فينا ومغرومين بالديكوراسيون والارشيتكتور. توت سويت نمشيو للأستيج ديكو. أستيج ديكو كالعادة في الوقت هذا يجيب حذانا لارشيتك دانتوريور غادة سيري. مرحبا غادة. مرحبا يا صباح. صافا لاباس؟ الحمد لله. عشان باش نحكيو اليوم باش نحكيو على البلان ماسونري اللي هو ناس الكل البروبريتير اول ما يخمم في المرمى يخمم ديريكتومون باش يمشي يعمل بلان ماسونري, يقعد يخمم كيفاش باش يكون شنو كل واحد ولي بيزوان نتاعو, يخمم باش يمشي لشكون باش يمشي, باش يمشي للارشيتيك, باش يمشي للارشيتيك دانتيريور, باش يمشي للبني, فما شكون يمشي للبني باش يعملهم بلانيت. واللي هو ماهوش صحيح على خاطر لازمك تمشي للبروفيسيونيل يسمعك يعرف شنو لي بيزوان نتاعك, وما فماش حتى بلان ايديال. معناها ما نجمش انا نخدم بلان نعطيه للكليانتي ويكون للناس الكل, على خاطر كل واحد والمود في نتاعو, كل واحد وكيفاش يحب يعيش في دارو, كل واحد وشنو هو الاسباس اللي يريحو ولي بيزوان نتاعو. معناها ولي بيزوان يكونوا سويفون النومبر دو بيرسون, طريقه العيش نتاع الانسان هذاك. معناها باه طريقه العيش نتاع الانسان اللي حكيت عليه, معناتها نجم مثلا انسان باش يبدل ديبلوم هكا في الدار, معناتها يسال الارشيتيك يقول له نجم نعمل هذه ونجم نعمل هذه, معناتها يمشي الارشيتيك حسب هو اش يشوف في البلان ذيك ولا حسب الانسان شنو يحب في داره. هو كيجي ولا يتقابلوا زوز في زوز مع بعض, مع بعض. هو كيجي الكليان اون جينيرال نسمعوه هو كيفاش يحب, شنو ما الحاجات اللي يحب يبدلهم, شنو ما حاجات ماهوش مرتاح فيهم في داره ولا في الاسباس نتاعو اللي هو يعيش فيه ديجا وقتها, وشنو ينتظر من الدار الجديده ولا من الاسباس الجديد. فهمت؟ وكل واحد وشنو يختار. معناها فما شكون يحب برشا بيوت, قلك خاطر عندي برشا صغار نحب اكثر من زوز بيوت ولا اكثر من ثلاثه بيوت, فما شكون يقولك لا انا راس مرتي ولا ما نعيش وحدي, كوبل مع بعضهم ما حاشيش برشا بيوت. فما شكون يحب صالون كبيره خاطر يجيوه برشا دي انفيتي, فما شكون لا معناها تقعه بعيد يعيش ماهوش في نفس البلاصه اللي عايش فيها الفامي نتاعو, ما يحبش حاجه كبيره. فما شكون يحب كوجينه كبيره, المراه تقعد تحب كوجينه كبيره, فما شكون يحب جوست كيتشينيت. كل واحد شنو يحب, ما فماش ان بلان ايديال نجمو نفرقوه للناس الكل. فما حاجات اصبحت معناتها الناس الكل تحب عليها, بار اكزومبل مثلا عنده كوجينه يحب كوجينه واحده اخرى, عنده بيتوم يحب بيتوم واحده اخرى, معناتها الحاجه ذيك نتاع معناتها الحاجه الثانيه اللي في الدار معناتها اصبحت موجوده برشا في تونس. موجوده سورتو دوزيام كويزين اون جينيرال, تاع الكليون الكل يقول لك نحب دوزيام كويزين, نحب واحده مدخمه يراوها الناس الكل, ونحب واحده نتاع الحوسه هذيك نتاع كل يوم وفيها لي ماشين لافي, معناها ستيل بيوندري وتلقى فيها كل شيء. والاخرى شنو الكوجينه الاخرى يعملها بيت فطور ولا الاخرى كوجينه تلقاها منظمة مزينة مريقلة على عينين هذيك على عينين والأخرى متاع الحوسة, خاطر عنا ديما ريحة الماكلة احنا التوانسة وماكلتنا ماهوش كيما البرا, البرا كي هكا ستيل سكالوب ويندرا شنو وفي احنا عنا ملوخية عنا كسكس, دونك هذاك لازمو دوزيام كويزين ماهزموش كوجينة واحدة. فما برشا يحبوا سويت لي سويت بارون يحبوهم على خاطر معناها تبدا واسعة مشرها وفيها شامبر دريسينج على جنب ولا دريسينج كبير وسالدو, خاطر سالدو واحدة ما عادش تكفي. قبل كنا نخدمو سالدو واحدة, توا ولاو زوز وحتى أكثر من زوز صغار نحطو لهم سالدو واحدة وسالدو لي زانفيتي دونك تبع زان جور وسالدو للي بارون. جاردا ما تونسي يخمم فيها ولا ما يخممش فيها؟ يخمم فيها برشا. ساعات يقول لك ما تعمليش دار كبيره ونحب جرده كبيره برشا, ولينا الجرده نتلهيو بها, نحطوا لها دي بلانت تلقاهم غاليين, نحطوا لها فونتين باش نزينوها, نعملوا قاعده في الجرده, نحطوا بيسين. فما شكون معناها عنده لي مويان يحب يكون عنده بيسين في داره. بيه ما أصعب المرأة ولا الرجل في اللي شوى؟ المرأة أصعب؟ المرأة الرجل في ساعة يقتنع ويقول لك سي بون مادام مريقل هكاك مريقل, المرأة لا, المرأة ما تركح كان مرة واثنين وثلاثة. علاش؟
المرأة تخمم في حاجات والرجل يخمم في حاجات. الرجل ما يقلقوش أغلبيته يقول لك أنا شو نتفرج شوية في التلي في الصالون وبعد شو نمشي نرقد. المرأة لا تحب دارها تبدأ مزيانة فيها كل شيء بارابور لصغارها، هي ممكن تعرف أكثر اللي بزوها متاع صغارها كرجلها، تعرف البيوت لازمهم كبار حتى لازم يبدأ عندها بيرو لصغيرها تبدأ شامبغا كوشي كبيرة، فهمت؟ الرجل ما يقلقوش يقول لك هاي كسي بون عندكم، ما يهموش في الكاليتي ولا عليه كل فلوسك، هاو عليه الأغلبية الفلوس، عليه الأغلبية الفلوس. كي تحط له دي ماتريو غالين ولا تكثر له يسأل علاش أكثر برشا تعمل له برشا سوبرفيسي في الدار يقول لك ليه نقل صغر لي، اما ما يهمنيش في شنو هو الكونتينو. الأغلبية المرأة تتركز اكثر على البلان وعلى الديكوراسيون اكثر من الرجل. وفي لي بلان معناتها الصعوبه فين؟ اليوم التونسي يحب يشوف داره مثلا قبل ما يشوفها في الواقع، يشوفها اون تروا دي، يشوفها بيان سور ولات معناتها موجوده برشا الحكايه موجوده هذا. الكليون الكل يطلبوا تروا دي خاطر ديما يصيروا في وسط الشانتي ابخا يكسر ويهد ويعاود وما تعجبوش ويقعد ساعات شوكي ويقول لك ما في باليش هكا البلان، فما برشا ما يفهموش البلان كي يشوفوه 2D، اما كي تشوفوا اون 3D اون فوليوم وتبدا تدور بيه في وسط الاسباس في وسط الصالون ولا لي شامبر نتاعو يفهموا اكثر، توصل المعلومه اكثر. اما 3D ما نجموش نخدموه كان بالبلان، هاك عليه البلان لازم حاجه ضروريه برشا ولازمنا في البلان انا دينور نتبعوهم احنا دي زارشيتيكت ولا دي زارشيتيكت دانتيريور نتبعوهم لي نورم هذوكم. اون جينيرال في الدار نقسمو باغ اكزومبل عندنا دو زون اللي هي زون جور وزون نوي. زون جور اللي هي الاغلبيه فما انول دونتري اللي هو الضروري ومن بعد نلقاو صالون سي جور والكوجينه والسال دو اذا كان فما سال مونجي، وزون نوي اللي هي اللي فيها لي شامبر وهول وتلقى فيها سال دو واحده اخرى. لازم يكون فما سيباراسيون حتى اذا كان ماهيش سيباراسيون بالحيوط معناها باب ويتسكر وهذيك حاجه وهذيك حاجه على روحها، لازم يكون فما سيباراسيون فيزويل بين زوز حاجات خاطر هذيك حاجه باش نعيشوا فيها كل يوم باش معناها نكونوا نحوسوا في وسط ليسباس جور في النهار وفي الليل يكون فما زون نوي اللي هي فيها الشامبر باش نرقدوا معناها. تونسي يعطي قيمه للوميير للضوء يعطي معناتها يقول لك مثلا كثر لي عمل لي شباك لهنا زوج شبابك لهنا يحبوا برشا لي زوفيرتور سورتو كي تلقى عنده فيو ولا عنده ينجم يحل معناها على جاردة ولا اللي هو اون جينيرال اللي يخدم برشا لي بورت فينيتر تلقاه ليسباس معناها الكل محلول على الجاردة وماشيين برشا في تو سكي دي زوفيرتور كبار حتى معناها الشبابك ولينا نكبروا فيهم ولينا نخدموا برشا دي بورت فينيتر ميم حتى وليت نخرج شويه على لي نورم في الديار اللي نخدموهم ولينا نخدموا هو لوتور نورمالمون نتاع البورت فينيتر ولا لي بورت 12 متر 20 احنا ولينا نخدموا 42 52 يقول لك اكثر لوميير فهمت دونك نعليو فيهم باش يدخل اكثر ضوء اكثر شمس وكل شيء معناتها يخمم فيها الكوتي هذايا مش معناتها حتى من بعد في الضوء حتى في الليل معناتها يخمم فيهم تلقى ساعاتك اللي اكسسوار ولا حاجه نتاع ديكوراسيون تلقى فيها معناتها لوميير خارج في وسط يخمم فيهم زاد هذاك تلقاه يشري سورتو فك لي زارتيكل ارتيزانال يشري برشا هذوكم ونخدموا برشا بالليك لي راجون ديريكت مره نحكيو عليه كسوا في الفو بلافون دونك يبدا فماك الغرغار ويبدا فيه لي راجون ديريكت والا حتى في الحيوط تلقى ضوء ماكش فاهمه منين خارج فما دي جو دو نيفو معناها حيط مقدم على حيط وفما يكون فما ليد غاديكا وخارج منها الضوء يعطي منظر مزيان برشا وامبيونس تبدا مزيانه وفيه ضوء نتصور في الكوانيت الكل في الدار معناتها ما عادش كان في الصاله ولا ما عادش كان في الصاله نخدموهم بارتو حتى قدام البيبان نتصور حتى في الدخله نتاع الدار ديجا تلقى في كلي كونتر مارش نعملوا ضوء غاديكا باش يبينوا الدرجات في الليل والا نحطوا لي زون كاميور على جنب فما برشا حاجات في الضوء داكور دونك انتم زاد العباد اللي تسمعوا فينا تنجموا تبعثوا لنا الميساجات نتاعكم الاسئله نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ميت ميزي ولا باج البرنامج الويكاند باي راديو ميت دونك نحكيو على ديكوراسيون نحكيو على لي استوس اللي تنجموا انتم زاده تسالوا عليهم واحنا بالطبيعه كل نهار احد في الوقيت هذايا غاده تعطينا اكثر تفاصيل. شكرا ليك بارك الله فيك على حضورك.